ما حكم تعليق الآيات القرآنية المبروزة في المسجد؟ ما حكم تعليق الآيات القرآنية المبروزة في المنزل لتجميل المنزل؟ وهل هذا يعتبر تقليل من حق الآيات القرآنية؟ هذا لا ينبغي، تعليق الآيات القرآنية على الجدران أو غيرها هذا من العبث بكتاب الله عز وجل، وإن قالوا إنه من أجل الذكر فهو من العبث، وإذا كان القصد منه التجميل فهذا مما يؤكد أن هذا عبث بكتاب الله عز وجل. فالقرآن يصان عن هذه الأمور، وما كان السلف يفعلون هذا، بل كانوا يعظمون القرآن ويحفظونه في صدورهم وفي مصاحفهم ولا يعلقونه على جدرانهم، حتى إنهم أو كثير منهم استنكر تعليق القرآن من أجل الاستشفاء به، تعليق القرآن على الأشخاص من أجل الاستشفاء به من الأمراض، أنكروا هذا، فكيف بتعليقه على الجدران وعلى غيرها؟ فهذا مما يصان كتاب الله تعالى عنه. فهؤلاء الخطاطون الذين يكتبون هذه الآيات في براويز ويبيعونها على الناس، هؤلاء عليهم أن يطلبوا الرزق بغير هذه الطريقة، وأن يصونوا كتاب الله عز وجل عن هذا العبث.